السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صراحة توحشكم بزاف 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 بزاف. كيما شفتوا حنايا في طريقنا للفالي داوستا. صراحة هاد المشية ما كناش معولين عليها، ولكن لقيتها جات وحنا غاديين. دابا تقريبا 12 ديال الليل، ما بقى لينا والو ونوصلوا، وغادي نوريكم الاجواء كيفاش هتكون. صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ صراحة البارح جينا صافي نعسنا، تعشينا وهكا صافي نعسنا. دابا تقريبا 7:30 ديال الصباح، الجو هانتوما كتشوف كيفاش داير، ما كايناش الشمس بزاف، كنت معولة صراحة على الشميشة، ولكن ما كايناش الشميشة. الصراحة البنات الراحة النفسية، والله العظيم إلى الراحة النفسية هنا وسط الجبال، وواحد الجو زوين زوين بزاف. دابا غادي نمشيو نفطرو، ومن بعد الفطور ضروري ما غادي نخرجو شي شوية، وأي حاجة راه غادي نشاركها معاكم، نوريكم الطبيعة هنايا في فالي داوستا. عرفتو كنطل من الشرجم كنصور ليكم، وصلتني ريحة القهوة. صافي جيت كنجري انا كنشم ريحه القهوه الصباح. صافي كما كتشوفوا فطور مغربي، بيضات بلديين وداك الشيء. المهم غادي نفطروا وغادي نخرجوا. صافي فطرنا، خرجنا غنتمشاو شي شويه، ما غنبقاش نهضر بزاف، وغنخليكم مع الطبيعه. نشوفوا المناظر والطبيعة، وغادي نديكم البلايص الزوينة نشوفهم انا وتشوفوهم معايا. كما قلت لكم غادي نوريكم البلايص اللي كاينين هنا. حنا دابا فهاد البلاصه سميتها سيرفينيا. لقينا الثلج، طلعنا لقينا الثلج، انتم شوفوا لي غادي يبان لكم صراحه. متوقعين اننا غادي نلقاو الثلج لان باقي وقته، ولكن لقيناه. ما جيناش لابسين الحوايج ديال الخاصين بالثلج، كاين ثلج ولكن ما كاينش داك البرد، كاينش البرد واعر. سلموا. زوينه زوينه الدنيا هنايا. هاد البلاصه هنا توريستي كنسد عليا دابا، كانوا داريني الحلاقم دابا يتزادو عليا. زونا توريستيكا سميتها تشيرفينيا، ما عرفتش واش تشيرفينيا ولا تشيرفينيا، باقا ما قريتش. شوفوا على منظر هنا، هذا اوتيل. هنا الاغلبيه هانتوما، هذا حتى هو اوتيل. هنا الاغلبيه لوطيلات، كاينين لوطيلات بزاف، كلشي كلشي هادشي هنا دي زوتيل. زوينه درت لي انا الطريقيه، ما هزيناش ملي غنزلق انا غادي نضربها بشي زلقه. كاين الثلج البنات، شوف هنايا حاطين اي حاجه كتخص المونتانيا والثلج وهذا،
باش الناس اللي بحالنا حنايا دابا بحالي انا ما جاياش باللبس ديال المونطانيا، لان ما معولينش غادي يكون هكا الثلج، معولين على الشميشه، ولكن البنات غدا نزلك والله يسر غنزلك. شوفوا شوفوا البنات المناظر، شوفوا كنقول البنات بنات ولاد وكبار وصغار وكل شيء، كتبقى دائما فمي كنقول البنات. ها انتوما نوريكم كل شيء. المهم الى جبت الزلقه والله العظيم الى غدا نزلق. مال هاد الكلب كيشوف فيا؟ هانتوما لبسهم مخالف شويه هنا تا هما الوليدات الصغار. كما قلت لكم هانتوما كلشي ما كاينش الديور، كاينين غير لوطيلات. هادي واحد الكافي اللي هي عاوتاني اوطيل. نشربوا فيها قهوه. كاينين البلايص لا هما شفتو لكن كنتعزلو كنتعزلو شي بلايصه تكون زوينه. انا اختاريت ليهم واحد البلاصه ما عرفتش واش غادي تبان لكم، راه هي كيبان شاعل فيها واحد البيله حمراء مكتوبه تما بار. غادي نمشيو تما شوفوا الدراري كيلعبوا. نمشيو تما ما عرفتش شحال لينا سادين شي سيفاد بحال لينا بحال جوردن الكليب بحال ديالي مسكين. دابا هذاك الكليب اللي عندي جوردن ديال هاد الجو هنايا وديال الثلج، لان لاسكي كيبغيو الثلج. شو مسكين صافي. حنايا غادي نطلعو هنا سوف نطلع. عرفتوا شنو راه فتنا؟ اش غادي نقول لكم ملي كنا طالعين بالطوموبيل فتنا السحاب، والله العظيم الا فتنا السحاب. سبحان الله شوفوا مازال الجبل باقي عالي. سادين وقيله ناري اختاريت لي هاد البلاصه غيقولوا لي ما زويناش. شوفوا محتفلين بالهالوين. كتخلع. دخلنا هنايا ها هو البار، ناخذ قهيوه وشوفوا شوفوا شوفوا واو جو واعر واعر. ما تتخيلوش البنات كيفاش كانت البركه في هذا الكافي ودايرين بك هكا الجبال والثلج، والله العظيم الا منظر رائع رائع رائع. صافي غادي نخليكم غنوريكم بعدا كاين الديكور ديال الكافي كيفاش داير.
داكشي ديال المونطانيا، ما كاينش كثرة الزواق وهذا، كيقادو الديكور بأشياء بسيطة بسيطة، وكتعطي واحد الجمالية. شربنا القهيوة ودابا كنتشاورو، دابا خلينا حنايا البنات الولاد العيالات الدراري الصغار الكبار كل شيء، خلينا الماكلة الطيبة ياك، دايرين دجاجات محمرين وما كديناش نتغداو حيت فطرنا معطلين، وراكم عارفين مسمن بطبوط بيض، مهم درنا فطور ابوندانتي. صافي ما كديناش نتغداو، قلنا يلا نخرجوا شويه، يضربنا البرد نرجعوا جيعانين عاد ناكلوا. دابا عجبنا الجو هنايا، قلنا غندخلوا لشي ريستورون ناكلوا شي بيتسيريا، ناكلوا بيتزا. شي كيقول اه شي كيقول لا وحدين باغين ياكلوا الدجاج المحمر، وحدين باغين ياكلوا بيتزا. والمهم اللي غنتفقوا راه غنقول لكم علاش اتفقنا، لكن غالبا غنمشيو ناكلوا دوك الدجاجات محمرين في الدار، زوينين بلديين والله العظيم. وصافي وها حنا غاديين هانتوما كتشوفوا معايا المناظر الخلابه. اليوم اما غدا اما الله اعلم، فيما نخرج غادي نخطف لكم هكا فيديوهات. باي باي.